أهلا بكم. زيارة هامة قام بها غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى المملكة، التقى خلالها العديد من المسؤولين الرسميين وشخصيات دينية ورعوية، بالإضافة إلى ترأسه قداسا إلهيا في كاتدرائية أم الجمال الأثرية. تفاصيل أوفى حول الزيارة في سياق التقرير التالي. بدعوة من الحكومة الأردنية، بدأت زيارة غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى المملكة منذ 23 وحتى 26 من الشهر الجاري. كان لغبطته برنامج حافل باللقاءات الرسمية والكنسية وزيارات لأهم المواقع الدينية. فبعد وصول الضيف الكبير والوفد المرافق له إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث كان في استقباله وزيرة السياحة والآثار لينا عناب والسفيرة اللبنانية لدى الأردن تريسي شمعون وجمع من المسؤولين الرسميين. طبعا نحن بس التقينا بمعالي الوزيرة وسفيرتنا والمسؤولين اللي شرفونا، هيدا كان شرف كبير لإلنا. وحال بس نجي على عمان أو على الأردن المملكة محس حالنا نحن في لبنان، لأنه هالمشاعر القلبية والمشاعر العاطفية هيدي ما بدها حسابات. أنا بهالفترة بدي بالحقيقة، واليوم عيد مار شربل، عيد كنيستنا هون، بدي حيي الشعب الأردني وعلى رأسهم جلالة الملك وكل المسؤولين رئيس الوزراء، وبدي حيي كمان وزيرة السياحة سيدنا هون مطال الأبرشية، سفيرتنا وكل المسؤولين. طبعا اليوم يوم سعيد لإلنا كلنا في الأردن، وأنا بس بدي أصحح معلومة. أول شيء غبطته ما بده دعوة للأردن، بس وجوده معنا هو تلبية لدعوة من دولة رئيس الوزراء لزيارة الأردن بلده الأول والثاني. إحنا اليوم سعيدين جدا بوجوده معنا، وطبعا يعني هذه الزيارة بتأكد عمق وجمال العلاقة ما بين الأردن ولبنان. التقى غبطته بصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، حيث أشار سموه خلال اللقاء إلى جهود الكنيسة المارونية في نشر اللغة العربية والأدب العربي عبر تأسيس أول مطبعة في الشرق الأوسط في القرن السادس عشر، مؤكدا ضرورة استعادة زمن التنوير والفكر وتجديد الخطاب النهوضي العربي. واستقبل سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك عبد الله الثاني للشؤون الدينية المبعوث الشخصي لجلالته غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق له، وبحث سموه مع غبطته عددا من المواضيع المتعلقة بالجالية اللبنانية عموما وأبنائها الموارنة خصوصا. كما تطرق اللقاء لمشروع الكنيسة المارونية في موقع معمودية السيد المسيح، حيث قدم جلالة الملك عبد الله الثاني قطعة أرض لإقامة المشروع. وأكد سموه على ضرورة أن يعكس هذا المشروع صورة وهوية الكنيسة المارونية وطابعها الهندسي. والتقى غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الذي أكد خلال اللقاء أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يعتز ويفتخر بأنه يشكل نموذجاً للتعددية والتسامح والاعتدال والوسطية، مشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الأردن ولبنان والحرص على تنمية التعاون المشترك في المجالات كافة. ومن جهته أثنى البطريرك الراعي على التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين والعلاقات بين الكنيسة المارونية والمملكة، مؤكدا دعم الكنيسة المارونية وجميع الكنائس للوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وضمن برنامج زيارته إلى الأردن، قام البطريرك الراعي بزيارة مطرانية اللاتين في عمان، حيث التقى مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بحضور مطران اللاتين في الأردن ويليام الشوملي والسفير البابوي المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتين والبطريرك فؤاد الأطوال ورؤساء وممثلي الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنائس الرسولية المختلفة. بدي حيي كل رؤساء الكنائس اللي حاضرين معنا، وبدي أشكركم إنكم شرفتوا، هذا شرف كبير لإلنا إن نكون سوا. نحن كمان اليوم بدنا نقول يا رب زدنا إيمانا
بالإيمان فينا نصبر، بالإيمان فينا نتكاتف، وهذا الشيء أنتوا عم تعملوا. اللقاء هلا أكبر علينا للوحدة اللي أنتوا عايشينها والتعاون اللي أنتوا عايشينه. وأقامت السفيرة اللبنانية تيريسي شمعون حفل استقبال لغبطته، حضره مسؤولون رسميون وشخصيات دينية، حيث أشارت شمعون في كلمتها إلى أهمية هذه الزيارة التي تؤكد على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين. حلت البركة بوجودكم بيننا يا صاحب الغبطة، هذا البيت سيظل يتذكر توقيع بركاتكم، على أمل أن تكون زيارة الحج إلى أم جمال وإلى المغطس موقع عمادة السيد المسيح مثمرة، وأؤكد لكم أنها ستبقى في ذاكرتنا على الدوام حاملة رسالة المحبة والسلام. واختتمت اللقاءات الرسمية لغبطته بحفل استقبال أقامه رئيس الجالية اللبنانية في الأردن السيد فؤاد أبو حمدان، بحضور شخصيات رسمية وكنسية ونيابية وأبناء الجالية اللبنانية، حيث أعرب أبو حمدان عن سعادته بزيارة غبطته قائلا له بأنه الصوت الصارخ في برية هذا العالم. أشكرك يا صاحب النيافة على قبول دعوتي في بيتي المتواضع، وهذا وسام أحمله على صدري مدى الحياة، فأنت العربي الأبي الوطني الأصيل والشجاع، وأنت ضمير لبنان الحي حيث يعلو صوتك في المحن والأزمات. في جدول زيارته الرسمية إلى المملكة وترأسه للقداديس الإلهية في المناطق التي حظيت بلقاء غبطته، استقبلت الرعية المارونية راعيها غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في كنيسة مار شربل للموارنة، حيث ترأس غبطته القداس الإلهي بمناسبة عيد شفيع الكنيسة القديس شربل بمعاونة رئيس أبرشية الأراضي المقدسة المطران موسى الحاج والنائب البطريركي العام للموارنة في بيروت المطران بولس الصياح والنائب البطريركي للموارنة في مصر والسودان المطران جورج شيحان وراعي كنيسة مار شربل المونسنيور غازي خوري، وبحضور لفيف من الأساقفة والكهنة من مختلف كنائس المملكة والراهبات والأخويات ومجموعات كشفية وجوقة الكنيسة وسفراء دول وشخصيات رسمية وممثلي جمعيات ومؤسسات خيرية وجمع من المؤمنين. تلاه حفل استقبال أقامته الرعية لغبطته، قدموا فيه مجموعة من الهدايا التذكارية باسم الرعية وفعالياتها لضيف الأردن الكبير. الواقع لبنان هو دولة شقيقة للأردن، والكنيسة المارونية هي كنيسة شقيقة لكل الكنائس المشرقية، وشخصية البطريرك الكاردينال بشارة الراعي هي شخصية تجمع، فوجوده في الأردن هو بركة للجميع، الكل يرحب به والكل يحبه، كما أننا كلنا نحب لبنان ونتمنى له السلام. أنا مبسوط بهالمساء أنه أشارك بهالقداس الاحتفالي اللي يحتفل فيه غبطة سيدنا البطرك، وبزيارته بفكر أنه أكثر من زيارة صار جاي على الأردن، وهي مفيدة لنا كلنا الصراحة، سواء كان على المستوى الوطني على مستوى الأردن، بنفس الوقت على مستوى الكنسي، وتفيد أيضا الحوار بين كل الكنائس، المحبة بين كل الكنائس، وهو ينشر ويدعو دائما بتعاليمه إلى رسالة المحبة والسلام وقبول الآخر ونشر العدل فيما بين كل الشعوب. نحن وحدة واحدة، نشكر الله وأيضا من أرض الأردن إلى صاحب الجلالة الهاشمية إلى الحكومة الأردنية الرشيدة إلى دولة عمر الرزاز ووزارة السياحة الذين يستضيفون غبطة البطريرك بهذه الحفاوة وبمثل هذا التنظيم.
نقول حفظ الله الأردن، حفظ الله لبنان، وأدام الوحدة بينهما، وجعل العلاقة الإسلامية المسيحية متجذرة، لكي نقول للعالم أن من هنا كانت رسالة المسيح للسلام، ونحن صناع السلام. زيارة غبطة البطريرك مار بشار الراعي هذه حقيقة خطوة مباركة بالنسبة لنا، لأنه إحنا بنبني عليها وراح نطور من مفاهيم كل ما يتعلق بالإدارة الشأن السياحي بين الأردن ولبنان بين الطرفين، حتى نطور هذه العلاقات إلى رحاب أوسع إن شاء الله. نرحب بغبطة البطريرك بزيارته لبلد الثاني الأردن، وهذه طبعا زيارة مهمة، دعم للكنيسة المارونية بالأردن وكافة الكنائس الموجودة بالأردن، وأيضا دعم لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي تحاول تسويق السياحة الدينية بالأردن، وطبعا افتتاحه غدا لكنيسة أم جمال ثاني أقدم كنيسة موجودة، وزيارته للمغطس سيكون لها أثر كبير لتسويق السياحة الدينية بالأردن، وإن شاء الله تكون زيارة خيرة ومباركة للجميع. نرحب بقداسة البطريرك مار بشار الراعي لزيارته للأردن، ونتمنى بأن تكون هذه الزيارة إيجابية على المستوى المسيحي بالأردن. غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي، وإحنا سعيدين جدا بوجوده بيناتنا، وراح تكون الزيارة إن شاء الله ممتازة، والكل بنتظر فيه حتى يسمع منه إشي سلام ومحبة إلى جميع أنحاء العالم، ومن ضمن الأردن العزيز وبقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. فإحنا بنهني الشعب اللبناني ممثلا بقداسة سيدنا البطرك لهذه الزيارة، ونتأمل أن تكون العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية بين لبنان وسوريا من خلال هذه الزيارة تقوى، ويزدهر الأمان والأمن في هذه المنطقة العزيزة علينا جميعا. كانت الأمور مرتبة، كانت الأمور قريبة للقلب، كانت الأمور تشعر في وحدة مسيحية، وبنفس الوقت كان هنالك أطياف مختلفة من الأردن ومن العالم العربي، كلها بإطار واحد، بمحبة واحدة، بعمل مشرف واحد. أتمنى من الله أن يوفق الجميع، يوفق غبطة البطرك في عمله الخير، ونحن نعلم بأنه هذا الإنسان يتمتع بصفات مسيحية روحية رائعة. نتمنى له التوفيق، ونتمنى لبلادنا التوفيق والمحبة والسلام، وأن يدوم السلام في أرض السلام. وبحضور رؤساء الكنائس والفعاليات المجتمعية والشعبية، وصل البطريرك الراعي والوفد المرافق إلى منطقة أم جمال الأثرية، وكان في استقباله وزير الشؤون البلدية وليد المصري، ومحافظ المفرق حسن القيام، ورئيس بلدية أم جمال حسن رحيبة، وشخصيات نيابية وأمنية ووجهاء ومسؤولو المنطقة. توجه غبطته لافتتاح حديقة المحبة والسلام عند مدخل موقع أم جمال بمحافظة المفرق، ليترأس بعدها القداس الاحتفالي في كاتدرائية أم جمال الأثرية بحضور جموع غفيرة من المؤمنين والكشافة وأبناء المنطقة. وفي اليوم التالي لجولة غبطته التي استهلها بزيارة إلى المغطس موقع معمودية السيد المسيح، وبعد استقباله في قاعة كبار الزوار والاستماع من مساعد مدير موقع هيئة المغطس رستم مكيجيان لشرح موسع عن الموقع، توجه البطريرك الراعي إلى موقع بناء كنيسة مارمارون على ضفة نهر الأردن الشرقية، حيث رفع الصلاة داخل خيمة نصبت على الأرض التي ستنطلق فيها أعمال بناء الكنيسة التي سبق أن وضع غبطته حجر الأساس لها في عام 2012، شاكرا في كلمته كل الجهود التي تبذل لبناء كنيسة مارمارون على ضفاف نهر الأردن. بعدها قدمت المرنمة رانيا يونس باقة من التراتيل الروحية، ثم توجه إلى زيارة نهر الأردن موقع عماد السيد المسيح للتبرك من مياهه المقدسة. أنا بدي حي المملكة الهاشمية الأردنية، هل هي أرض سلام، أرض محبة، أرض هيك ألفة منفتحة للجميع، أرض تعددية، هذا كل علامات هذا الحضور الإلهي بهذا المكان المقدس.
وترأس غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي في كنيسة سيدة الجبل في عنجرة بمحافظة عجلون، بحضور لفيف من الأساقفة والكهنة وبمعاونة راعي الكنيسة الأب يوسف فرانسيس وبمشاركة راهبات الكلمة المتجسد وكشافات وشبيبات وجموع من المؤمنين. اختتمت الزيارة المباركة لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في أردن المعمودية أيام قليلة قضاها بيننا غبطته، لكنها حملت في طياتها العديد من العبر والرسائل التي تدعو إلى المحبة والتآخي، مؤكدا على دور الأردن في دعم وتحقيق السلام العادل بين الشعوب. فحللت أهلا ووطأت سهلا في بلدك الثاني الأردن الحبيب.